اول حاجه هنبدا بيها هي اسمها ايه بقى عشان انا مش عارفه اسمها. انا عارفاها ده حضرتك شبشب لغسيل الرجلين. تمام ده غسيل شبشب بالحجر لغسيل الرجلين ان ده بيتلزق في الارض السيراميك. وبتدخلي تغسلي في رجلك كويس جدا. تمام زي ما انتم شايفين كده على الصوره. سعرها كام بقى ديت؟ دوت 35. ده سعره 35 جنيه. يعني ممكن تعملي لرجلك مساج او حمام مثلا كده زي ما انت شايفه كده. وده حضرتك شبشب حريمي. ده حضرتك بشرشوبه. تمام ده للشقه كده العادي صح؟ اللي هو تلبسيه كانك ماشيه في الشقه بتمسحي يعني. حلو دوت سعره كام؟ يعني انا ابقى ماشيه في الشقه طول اليوم بمسح يعني. تمام كده تمام يعني مش 20 جنيه. ده سعره 20 جنيه الفردتين طبعا صح؟ اه طبعا. ماشي. ده ايه بقى كده؟ دي حضرتك اللي فوق ديت مفرمة لحمة وديت للسجق. مفرمة لحمة وكمان تعملي بيها السجق. السجق الممبار كده. تمام حلوة عملية. سعرها كام؟ ديت تعمل 100 جنيه. سعرها 100 جنيه تمام. واللي تحتيها بقى ديت خلينا ماشيين بالترتيب كده. دي مكنة خياطة؟ دي مكنة خياطة يدوي. دي تعمل 60 جنيه. طب للمية؟ ايوه اهوت حضرتك دوت فلتر. ده فلتر للميه. وجواه هنا اهوت عشان برضو الشوائب يشيلها. تمام. اللي هو القلب السيراميك دوت وفي الروتيان بتاعته يعني عشان يركب كويس. تمام ايوه ايوه. الالتزامات بتاعته. سعره كام بقى دوت؟ دوت يعمل 60 جنيه. ده سعره 60 جنيه. طيب الشمع اللي جواه لو مثلا كده بتتغسل بقى ولا بتتغير؟ بتتغسل. بتتغسل كويسه تاني يعني. تمام. ده مسن دوت؟ ده مسن. ده مسن. بصوا كده ده شكل المسن اهو. ده سعره كام المسن دوت؟ دوت سعره يعمل 40 جنيه. ماشي. ده سعره 40 جنيه؟ تمام. وخلي بالك ما هو شكله باين اصلا يعني هو الخامة بتاعته شكلها بتقول اللي هو كويس. اهو ترسلها ان انت بتنزلي السكينة كده اهو للاخر وبتسدي. تمام. في هنا كده قطعة من ال المعدن دوت ان هو بيسنها كويس جدا. تمام. ده سعره 40 جنيه. ودوت دوت اللي احنا بندور عليه اللي هو بتاع الشبابيك الالومنتان لو انت عايزه تمسحيه من بره او تغسليه من بره ومن جوه. دول الاثنين مع بعض. قول لنا بقى ده سعره كام؟ بصوا كده هو هيجربه لنا كمان علشان خاطر تبقي عارفه. ده عباره عن قطعتين بتبداي اللي انت تربطي الحبل دوت. هو بصي فهمه الحبل دوت مربوط. تمام. فدوت بتدخلي الحرف ده بتفكيه بتدخليه من الشباك من جوه. تمام. علشان لو الله لا يقدر فكت ولا حاجه يبقى الامان بتاعه ان انت ماسكه الحرف بتاعه. تمام كده. وبتجيبي الجزء الثاني وبتلزقيه عليه هنا. تمام كده. وبتبداي تحركي من جوه. اهو بيبدا يتحرك معاكي فوق تحت يمين شمال او زي ما انت عايزه. ده للبلكونات بقى اللي هي الالومنتال او الشبابيك او اي حاجه عندك عايزه تمسحيها كده زي ما انت عايزه. حلو جدا. سعره كام بقى دوت؟ 25. سعره 25 جنيه. يعني انا كنت شايفاه قبل كده اسعار خياليه بصراحه. هو سعره كده يعتبر مناسب جدا وعملي جدا يعني مش حكايه سعره مناسب وكده لا ليه استخدامات واهميه يعني. دي عصرت البرتقال ديت ولا ده ايه؟ ده خلاط؟ ده خلاط يدوي على اساس ان انت مثلا في رضعة اطفال في عصير للاطفال. حاجه تتعمل سريعة يعني. بيتعمل سريع جدا. حضرتك ان انت حضرتك هنا هو بتحطي مثلا الفاكهه او بتحطي الحاجه اللي انت عايزاها. تمام. وبتربطيها. هنا هو ومن هنا هو من تحت بتشدي. يدوي. انا افتكرته بالحجاره. لا لا كويس جدا. ومش زي دي اس بي او الحجاره او كده. هو دوت ما فيهوش اعطال. تمام. الحبل بتاعه دوت حرير ما تقطعش نهائي. تمام. لا سعره كام دوت بقى؟ وبعد ما بتخلصي لو انت عايزه تشيلي بقى القطعه اللي هي بتاعت الخلاط فحضرتك بتغطيه بقى كده هو دوت للعصير تشربي فيه اللي انت عايزه. تمام حلو جدا مميز جدا كمان يعني كمان عملي كمان ومش يعني حاجات سهله كده يعني طورنا الموضوع. ودي تقريبا برضو حاجه زيه بالظبط ديت. قولي بس الاول ده سعره كام؟ ده 50 جنيه. ده سعره 50 جنيه. دي برضو زيه. دي هرست البصل او الثوم حاجه زي كده. دي هرست الثوم الصغيره اهيت. دي للثوم جميله جدا. تمام. بتحطي الثوم. لا حلوه جدا. سعرها كام ديت بقى؟
دي 25. دي سعرها 25. في الوسط بتاعتها، دي الوسط بتاعتها اللي هي اكبر شوية يعني، اكبر شوية برضو توم ولا ممكن استخدمها البصل؟ تبقى فيها بصل. ممكن بصل، دقة دقة بتنجان، طماطمية، فلفلية، حاجات زي كده. عملية جدا، شكلها حلو كمان. دي 35 جنيه. دي اكبر شوية، سعرها 35 جنيه. دي بقى الاكبر قوي. دي بصي حضرتك، ما تقلقيش، دي حضرتك فيها حاجتين، ان ديت فيها مضرب البيض. ممكن تضرب بيض كمان. يعني تضرب بيض او كريمة. وكمان دي فيها اتنين سلاح، يعني مش خمسة سلاح. خمسة سلاح. خمسة، انا كنت فاكراهم اتنين، واحدة في واحدة تحت. انا عايز اقول لحضرتك، انا ديت عندي في البيت استعملوها، مش عايز اقولك ما بقوش دلوقتي بيقطعوا البصل اللي فيها. الطماطم بدل ما يبشروها بيعملوها فيها. لا هي حلوه جدا فعلا جدا. دي سعرها كام بقى؟ دي حضرتك سعرها 50 جنيه. دي سعرها 50 جنيه، حلوه جدا القصة. بصراحه ليها اللوك بتاعها، وتبداي اللي انت تضربي بيه. لا حلوه جدا ما شاء الله. الاسلحه بتاعتها كتيره وحاميه، ان هي ما بتخللكش حته. تمام. في ايه تاني بقى عند حضرتك؟ في حضرتك عندي الصفايه اللي فوق ديت، دي الصفايه الجديده، دي الصفايه الجديده ديت من فوق. تمام. سعرها كام ديت؟ دي 60. دي حضرتك بصوا كده، دي الصفايه اللي هي بتاعه الحوض، دي بتتفتح على حجم الحوض بتاعك، وتبداي اللي انت بعد ما بتخلصي غسيل الخضار تبداي اللي انت تحطيه فيها يتصفى براحته. ممكن تضيقيها، ممكن توسعيها، على حسب ما انت عايزه. ده كده الشكل بتاعها اهو، حطيها على الحوض بتاعك، تقدري انت تستخدميها. بكام ديت سعرها؟ دي 60 جنيه. دي سعرها 60 جنيه. وديت ايه بقى؟ دي قطعت خضار شرايح. دي قطعت خضار شرايح. دي حضرتك بتحطي الكوسه، الجزر، الفلفل، اي حاجه فيها. دي كويسه جدا. بصي حضرتك، دي حضرتك اشكال. اشكال، يعني ما بتطلعش الشكل اللي هو بتاع الخيار دوت بس، بتطلع اشكال كتير. اشكال كتير جدا اهي. كذا شكل. تمام. فدي حضرتك للاسف ما عنديش هنا خضار عشان كنت اجربها لك. طيب ماشي. بتحطي هنا الخضار او الحاجه وبتدوسي كده عليه. تبدا اللي هي تقطع من تحت اوتوماتيك. سعرها كام بقى ديت؟ ديت تعمل 50 جنيه. حلوه، شكلها حلو كمان، وعمليه، حاجات يدويه كده، سعرها حلو. ديت برضو، ده ايه بقى؟ برضو قطعت خضار. دي مطحنه للخضروات، للخضروات، الفلفل، الشبت، البقدونس كده اهو. سعرها كام بقى ديت؟ دي 35 جنيه. دي سعرها 35 جنيه. وديت ايه؟ دي ليفه. ديت دي فرشه الغسيل، السكاكين، السكاكين الحاميه او الشوك، على اساس ان في حاجات بواقي اكل تبقى يعني في قلب الشوكه. تمام. دي بتقفلي عليها الشوكه كده اهوت، وتشديها بتنضفها على طول. اول مره اشوفها بصراحه. دي سعرها كام بقى ديت؟ دي 20 جنيه. دي سعرها 20 جنيه. بتنضفها في ثانيه. دوت ايه بقى؟ دي حضرتك ماكينه لقفل الاكياس. بتقفل الاكياس يعني. بدل ما نربطها، لا بتقفلها زي المحلات، زي المحلات بالظبط. تمام. دي مكنه كده يا جماعه بتقفل الاكياس زي ما انت شايفاها كده في الصوره، تبدا اللي هي تقفل لك الكيس. أيوة. زي قفله المحلات. دي سعرها كام بقى؟ ودي حضرتك الظهر بتاعها، ان ده بيثبت. تمام. ده بيثبت في الحيطه. وده هنا بتركبيه فيه. دي سعرها كام بقى؟ دي تعمل 75 جنيه. دي سعرها 75 جنيه. وديت دوت الديسبنسر، اللي هو الديسبنسر الصابون، اللي هو بالحساس، صح كده؟ دوت اللي هو ديسبنسر، بدل ما تدوسي عليه بتحطي يا دوب ايديكي بس كده، بيبدا اللي هو في زي ماده كده او في سنس كده حساس، بيبدا اللي هو يحس اللي في ايدي اتحطت عنده، فبينزل الصابون. تمام. ده كده شكله اهو. ده سعره كام بقى؟ دوت حضرتك يعمل 100 جنيه. ده سعره 100 جنيه. وفي منه الشكل الثاني دوت اللي هو الستانلس ستيل. تمام. ده سعره كام برضو؟ برضو 100 جنيه حضرتك. سعره برضو 100 جنيه. وفي بقى ديت الديسبنسر دوت منظم لكوبايات للكولدير.
تمام. انا حضرتك للكولدير عشان انت عارفه دلوقتي الحاله اللي احنا موجودين فيها. فلازم الاستعباد الكوبايه لفرد واحد. تمام. فدي بتحطي فيه الكوبايات الورقيه وبتشدي منه. ده سعره كام بقى؟ دوت 45 جنيه. سعره 45. الدسبنسر بقى اللي فوق دوت عادي صح؟ لا ده دوت حضرتك ده دوت دوت يعمل 120 جنيه لان دوت بينزل الصابون فوم. فوم. ده سعره كام؟ 120 انت قلت لي. 120. واللي جنبيه دوت؟ دوت 25. ودوت 50 جنيه. دوت 2 عين جنب بعض. دوت 1 عين. تمام. دي حضرتك دي فرشه. دي فرشه مواعين بالخزان. هنا هو حضرتك الخزان دوت بتحطي فيه الصابون بتاع المواعين. تمام. وبتسيبيه ودي بتستعمليها بقى على طول. ومن عند الفرشه من هنا بينزل الصابون ولا ايه؟ بتنزل الصابون اهي. وهنا هو انت مثلا لو عايزه تغيري ديت عندي اكتفال عايزه تغسلي بيه. ليها سفنجه. ليها سفنجه ثانيه. ان انت بتفكي ديت وبتركبي الثانيه. تمام. الغيارات بتاعتها. سعرها كام ديت؟ ديت 20 جنيه. سعرها 20. حلو قوي سعرها. وديت بقى دي المفرمه الاكريليك. ديت فعلا تفرم لك بصل تفرم لك لحمه فراخ. يدوي برضو. يدوي. سعرها كام بقى؟ ديت تعمل 110. سعرها 110. دي هوشاش زي الكبيره زي بالزبط. اللي هي بالكهرباء بالظبط. دي هوشاش وبتقطع كويس جدا. وده ديسبنس دوت بتاعت بطاطس قطعت بصل اهي يا استاذه. ان انت كده اهوت بتجيبي البصلايه بتحطيها هنا اهوت. تمام. تبداي اللي انت تضغطي عليها تنزلها لك مكعبات. تقطعها لك مكعبات على طول. تمام. بصوا كده زي ما انتم شايفين في المحل فيه حاجات كتير قوي ما شاء الله. حاجات يعني اختراعات. اي حاجه تيجي على بالك هتلاقيها هنا في المحل. اي حاجه تشوفها على النت برضو هتلاقيها هنا في المحل. والمكان زي ما وصفته لك في الاول في الحلقه اللي فاتت ما يتوهش خالص. برضو هسيبه لك في نهايه الحلقه ديت ان شاء الله. بصوا كده فوق هنا في طقم توابل برضو اللي هو الدوار دوت. سعره كام طقم التوابل الدوار ده؟ ده حضرتك كامل 200 جنيه. كم قطعه بقى؟ دوت 12 قطعه وفي 16 بتاعه يعمل 270. طيب واللي جنبيه بقى اللي هو الست قطع الثمان قطع؟ ده الثمان قطع دوت اللي هو بغطاء احمر. دوت السنلسيل هوريهولك. دوت يعمل 200 جنيه. واللي جنبيه دوت؟ دوت السنلسيل ده بالمعلقه ازاز في السنلس. دول اللي تحت السكر واللي فوق ممكن استخدمهم لتوابل يعني هو مقسوم اثنين. هو مساحته كبيره. دوت يعمل 250 طقم. واللي جنبيه بقى اللي هو الدوار دوت كام قطعه؟ الدوار دوت 16 قطعه والوان. يا ريت تيجي اوريكي الالوان بتاعته. طيب ماشي. بصوا كده هنا الحاجة مفتوحة على الطبيعة يعني غير الكرتونة خالص. قول لنا بقى كده الأسعار بتاعتهم إيه؟ ده حضرتك ده اللي السن السيل دوت ده في إزاز ده 16 قطعة. إن أنت حضرتك عايزة تحطي كذا نوع من التوابل كام؟ 16 قطعة صح؟ ده 16. وطبعًا في منه الأربع ألوان اللي جنب بعض دول يعني على حسب الديكور بتاع المطبخ بتاعك تختاري اللون اللي يناسبك. في منه سلستين بس من غير ألوان؟ للأسف اللي عندي ألوان كله اللي سنس خلصان. اللي هو اللون بتاع الستلس خلصان لكن الالوان المتاحه الاربع الوان اللي انت شايفها سعره كام بقى دوت؟ دوت يعمل 300 جنيه. لكن العلبه بتاعته اصلا ازاز صح؟ بص العلبه بتاعته اصلا ازاز يعني حاجه صحيه مش حاجه كده وخلاص. بالنسبه بقى للحاجات اللي فوق ده حضرتك اللي هو الثمانية قطعة اللي هو الأبيض والأخضر في منه ألوان كتير. في حاجة اللي هو اللي هو الواطي شوية دوت وفي العالي دوت. تمام. دولت أي طقم فيهم يعمل 200 جنيه. أي طقم من الاتنين اللي محطوطين جنب بعض دول عامل 200 جنيه. واللي جنبيه بقى اللي هو التالت دوت. دوت عامل 250. ده عامل 250. ده إزاز في ستانلس. صح؟ ومعاهم المعلقة بتاعته. ومعاهم المعلقة بتاعتهم. طيب بالنسبه بقى للحاجات اللي تحت الحلوه ديت شكلها حلو. دوت حضرتك دوت 12 قطعه. دوت يعمل 220 جنيه. ده عامل 220 جنيه. في منه اربع الوان صح كده؟ وفي منه 16 قطعه الاكبر. وفي منه 16. سعره كام بقى اللي هو ال 12 قطعه؟ دوت 220. 220. وال 16 260. وال 16 260. طيب الاستانلس دوت اللي هي ديت بس. مفيش منه ده اخر واحده يعني. مرايه بقى ديت سعرها كام؟ هي جايه لي خلاص نعمل عليها لان هي جايه لي النهارده. طيب ماشي قولي سعرها كام؟ دي حضرتك المرايه دي USB. تمام. دي بتشتغل بالحجاره وبتشتغل ايوه تضغط عليها بتنور صح كده؟ تمام. وفي ايه اللطقم بقى بتاعت المكياج والميك اب والحاجات ديت اللي هو المنظمات؟ دوت منظم مكياج.
ده منظم بالمراية بتاعته. دي مراية كمان، المراية اللي هي المكبرة. مكبرة او ناحية مكبرة وناحية عادية. دوت كده اللي هو فيه اربع ادراج. وسعره كام دوت؟ دوت حضرتك من دوت 120 جنيه. ده سعره عامل 120 جنيه زي ما انت شايفة كده. وحضرتك اللي هيجي من القناة هنعمل له خصم دي. اللي هيجي تبع القناة هيتعمل له خصم. فيه زيه تلات ادراج بس من غير مراية صح؟ اه من غير مراية دوت يعمل 100 جنيه. ده عامل 100 جنيه من غير مراية خالص بس تلات ادراج، وبرده في وحدة المنظمات اللي هي فوق ديت. اللي فوق خالص بقى دوت؟ دوت هو الدوار بس دوت السلس. ده كريستال. كريستال؟ اه. ده سعره كام بقى؟ دوت الكريستال دوت يعمل 130. اللي هو فوق دوت عامل 130. وفي الالوان دوت اهو في منه كذا لون. اللي في العلبه هو اللي محطوط اللي لونه بامبا هناك دوت سعره كام دوت؟ دوت يعمل 100 جنيه. 100 جنيه. اللبانه بقى سعرها كام؟ الجرانيت. وقول لي السكاكين اللي عندك دي سعرها كام برضو؟ دي حضرتك الطقم دوت انا عامل عليه عرض. الطقم دوت اربع سكاكين وسطور وقشاره. اربع سكاكين وسطور وقشاره سعرهم كام بقى؟ 110. سعرهم 110. ممكن اشوف خامه السكينه؟ بصوا دوت كده سعره 110. اليد بتاعتها سيليكون كده مش بلاستيك. واللبانه بقى سعرها كام؟ اللبانه دي جرانيت صح؟ جرانيت اه. آه كيلو ونص صح ولا قد ايه؟ لتر ونص. لتر ونص. والوسط بتاعي حسن لي. في منها ديت اللبانه ثلاث الوان تقيله مش خفيفه. قلت لي 170؟ اه ما هي خامتها تقيله. انت قلت لي 170 صح؟ 170. في منها الثلاث الوان دول كده اللي هو النبيتي والموف والبينك. تمام. برضو عنده هنا طقم صواني جرانيت في اتنين قطعة وفي تلاتة قطعة. قولي الاتنين قطعة بكام والتلاتة قطعة بكام؟ دوت الاتنين قطعة برضو في منه اتنين لون، في منه الروز وفي منه النبيتي. تمام. دول اتنين قطعة سعرهم كام؟ دوت يعمل 330. 330 جنيه. تمام. تقيلة جدا على فكرة. والارتفاع بتاع الصينية بصوا الارتفاع قد ايه كبير جدا. وديت التلاتة قطعة. التلاتة قطعة اه. دوت حضرتك برضو مسكيها دوت جرانيت الوان. لا تقيلة قوي مش قادرة. دي سعرها كام؟ دوت يعمل 410. دي عاملة 410. دول تلات مقاسات. تمام. في منهم برضو اللي هي الطواجن او الصواني اللي هي المربعة في اتنين قطعة مع بعض. دي ماركة ايه؟ هجيب لك الماركة شوفيها. دي ماركة اكتيف. اه ده نفس الماركة بتاع الطقم الحلل بتاعي يا جماعة اللي انا بستعمله قدامكم اللي هو لونه نبيتي وتركي وخامته كويسة جدا. ايوه انا مجربه فعلا الماركة دي حلوة قوي. الطقم الصواني ده عامل كام بقى؟ ده حضرتك يعمل الاثنين قطعة دوت يعمل 350. 350 جنيه. دول اتنين قطعة. ده حجمه تقيل برضو. والصينية على فكرة كبيرة مش صغيرة. عنده بقى هنا كمان الاطقم اللي هي الخشاف زي ما انت شايفه، البونبونيره، البراد بالكوبايات بتاعته، الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، الفازات، طقم الجاتو، طقم الجاتو، الشيف بالمعالق بتاعته سعره كام؟ الشيف بالمعالق 88 جنيه. 88 جنيه. طقم الشاي دوت البراد بالكوبايات بالصينيه، البراد بالصينيه الخشب الاربع فناجيل. ده في منه الموديل اللي هو الرخامي، وفي الموديل اللي فوق حضرتك دوت انت شايفاه اربع الوان. تمام. دول اربع الوان اللي فوق في لون اللي هو الاوفايت واللون اللي هو اللبني والاسود والبنك والبم. دوت حضرتك اللي فوق دوت يعمل 550. 550. وفي حضرتك اللي هو جوه دوت اللي هو البينك واللبني في ابيض. دوت حضرتك يعمل 400 جنيه. والرخامي بقى؟ والرخامي دوت يعمل 600. اللي جوه دوت الصينيه بتاعته نفس الخامه بتاعه البراد والكوبايات بورسلين. طقم الفناجيل بقى دوت سعره كام؟ ده حضرتك طقم الفناجيل دوت ده في منه نوعين. ده في منه اللي هو معروض دوت حضرتك دوت الشاي. تمام. دوت الطقم يعمل 200 جنيه. ده شاي. اه وفي القهوه بتاعته اصغر. اه. دوت يعمل 140. 140. طيب بالنسبه بقى للطقم الصيني اللي انا شايفاه دوت اللي هو فوق دوت. ده حضرتك طقم صيني 125 قطعه. تمام. دوت يعمل 4000 جنيه. 4000. دوت مستورد مش مصري. واللي تحتيه دوت نفس السعر برضه. نفس السعر. طيب بالنسبه للسكاكين بقى اسعارهم ايه؟ السكاكين ده الدواره دوت نوعها كويس جدا وفيها ميزه ان السكينه حضرتك السلاح بتاع السكينه بجد قطعه واحده. قطعه واحده. اه يعني مش منفصلين يعني. لا 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 قطعه واحده.
بصوا كده زي ما انتوا شايفين، اللي هما الاربع الخمسه اللي جنب بعض نفس الموديل دوت، بس اشكال طبعا. سعرهم كام بقى؟ 300 جنيه الطقم. 300 خمس سكاكين معاهم المسن بتاعهم، معاهم كمان المقص، واللي هو مش دوار الستاند لوحده نفس السعر برضو؟ لا يعني 350. 350 اللي هو بيبقى ثابت، اللي هما الاثنين اللي جنب بعض دول. اللي الستانلس وفي اللي هو الجرانيت. تمام. الشياله بقى ديت بالطقم الشايل الحلو دوت سعرهم كام؟ حضرتك يعمل الشياله في منها المربع، في منها المدور، في منها على شكل ورده. تمام. دي الثلاثه دول بايركس، دي نوعها كويس جدا. دي تعمل 170 جنيه. 170. وطقم الشاي بالبراد بالسكريه بالستاند بتاعه. ده 550. عامل 550. وان هو كامل يعني دوت ست فناجيل والبراد واللبانه والسكريه بالاطباق بتاعهم. تمام. والمعالق ديت بقى فرداني ولا عندك بالعلبه؟ لا دي حضرتك انا عندي اطقم المعالق ديت كامله، طقم شنطه الشنطه. طب حضرتك تفضل الشنطه احلى ولا اللي هي الشنطه اللي شكل بيانو او شكل كومودينو او الاشكال اللي نازله جديده؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، شنطه البيانو او اي شنطه، انا بصراحه دخلت بيوت كتير. هي بتبقى شكل بس، شكل وبتتشال. صح كده، وبتبقى زياده في الفلوس. ولكن هي في النهايه بتبقى شكل. لكن انت تدوري على الخامه وتدوري على الماركه بتاعه المعلقه. طب نعرف المعلقه الكويسه منين؟ اكيد فيها علامه او فيها حاجه تعرف النوع. طيب ماشي، يا ريت تقولي لان انا بسال على السؤال ده كتير. كمان عندهم هنا اطقم كوبايات اهي، عقبال ما يجيب بس المعالق عندهم اطقم كوبايات، وعندهم اشكال حلوه قوي. يعني بصوا طقم الكوبايات دوت شكله حلو جدا، وفي هنا طقم برضو كوبايات تاني اهو، بس دي كبيره شويه. وهنا طقم فناجيل بالاطباق بتاعته. الصواني تعرف اسعارها قبل ما يجي؟ تعرفش حاجه؟ طيب ماشي. بصوا كده الصواني اللي هي السلستيل ديت شكلها حلو قوي. في صواني برضو هنا كده، دول اتنين قطعه مع بعض، في ذهبي وفي منها الفضي، شكلهم حلو قوي. والايد بتاعتها بتتقفل. في دي طيب ماشي، وريني المعالق. بصي حضرتك اول حاجه دوت مغناطيس، لازم وانت نازله تشتري اي حاجه من السوق ستانلس ستيل يكون معاكي مغناطيس اهو حضرتك. تمام. انا لو حطيته كده على الحاجه سلستين اعرف اللي هو كويسه يعني. تمام. فديت ادي الطقم اهوت. تمام كده، ادي الطقم. اي معلقه منه انت اختاريها بايدك، اي حاجه من الطقم اختاريها. طب ماشي، نختار الطقم اللي هو اللي فوق دوت. اوكي، ادي خدنا الشوكه بتاعته. تمام. حطينا عليها المغناطيس. المغناطيس ما مسكش فيها. طب ما يمسكش نهائي ليه؟ لان دوت الستاند الصافي مفهوش اللي هو 8 على 10. صح؟ لا 8 على 10 دوت ما يتوسي ولا لونه يغير خالص. تمام. ده نظيفه جدا، ده مختوم تي ام. اهم حاجه كمان المعلقه او الشوكه تكون مختومه كده من هنا، ما يغركيش الكلام اللي بيبقى مكتوب عليها من تحت كده. اهم حاجه اللي هي تبقى مختومه كده. بس انا مش عارفه اوضحها لك قوي. اهي مختومه من هنا الختم دوت، او اي ختم او اي ماركه بقى انت هتجيبيها، مش شرط النوع دوت يعني اي حاجه. حضرتك انا جايب لك معلقه من طقم تاني. تمام. ده خامه تانيه بقى. المغناطيس مسك فيه. المعلقه المغناطيس مسك فيها. اللي مسك فيها ديت ما تبقاش كويسه بقى. صح كده؟ لا كويس، هيبقى فيها معدن. ممكن ديت لو اتنست في ميه او اتنست في حاجه ممكن تصدي. تصدي. صح كده. لكن ديت عمرها ما هتصدي نهائي. تمام. سعره بقى كام وسعر الطقم دوت كام يعني؟ حضرتك اللي هو العادي دوت ممكن يبدا من 1000 جنيه وممكن من اقل. كام قطعه بقى؟ بيبقى 86 قطعه. 86 قطعه، والتاني برده 86 قطعه، بس الاسعار بقى بتعلى شويه. ولا بيبقى الحجم بتاعه يعني اكتر؟ انا حضرتك عندي نوع فرنساوي ونوع الماني. تمام. طبعا كل تشكيله انت شايفاها من اللي قدامك ديت تبقى محطوطه، هو حاطط لك بس عينه، لكن كل مربع زي دوت كده بيبقى ليه الشنطه بتاعته بالحاجه بتاعته. سعرهم بقى كام بقى؟ يعني بص ديت كده رقيقه قوي، شكلها حلو جدا اهي، ما فيهاش اي شغل ولا اي حاجه، شكلها سيمبل كده رقيقه. طبعا مع اختلاف الاذواق انت وذوقك طبعا. بصوا هنا برضو دي شكلها حلو قوي. سعرهم بقى كام بقى كده؟ 1800 جنيه. اي طقم من اللي محطوط؟ اي طقم من اللي قدامك دوت اهو. ده كده طقم 2 3 4 وده الخامس بتاعهم.
تقريبا الاثنين دول زي بعض. هو بيفرق ان في مط وفي لسان السلم. ايوه ما انا واخده. اه بصوا ده كده مط شويه، وده هنا فيه لميع شويه، وفي طبعا اللي هو داخله ذهبي ذهبي، وفي اللي هو بيبقى لونه فاضي على حسب انت وذوقك. ده كده الاشكال اللي انت شايفاها ديت كلها. طبعا برضه حضرتك لمشاهدين القناه عند حضرتك ليهم برضو خصم في شنطه المعالق بالذات. خلاص ماشي، كل اللي عايزه شنطه معالق اللي سالوني عليها الاسبوع اللي فات تعالي، وهتلاقي شنط المعالق هنا عندهم اشكال كتيره قوي، وكمان الاسعار بتاعتهم كويسه جدا. طقم التوزيع دوت سعره كام؟ دوت 175 جنيه. ده سعره 175 جنيه، 6 قطع بالستاند بتاعه. سيليكون في يد جرانيت. طيب بالنسبه للصواني ديت اسعارها ايه بقى؟ دي حضرتك الصواني ديت بس ايوه قولي كده الاسعار بتاعت ال دي حضرتك 550 جنيه. 550 هتقولي لي غاليه ليه؟ اه علشان دي برضو بس ده طقم صح؟ 550 طقم. اه طقم اثنين قطعه. ما يصديش بقى. ما يصديش نهائي. عكس اهو. اه بصوا كده بقى، يعني انت برضو المفروض تبقي واخده بالك من حاجه زي كده وانت بتشتري. دي 300 جنيه. دي عامله 300 جنيه برضو، ده طقم اثنين قطعه صح؟ اه اثنين قطعه. يعني الحاجة الغالية بيبقى تمنها فيها، لو عايزة حاجة تعيش معاكي فترة طويلة ما تصديش بسرعة ما تتهلكش بسرعة، اشتري الحاجة اللي فعلا بتبقى ماركة وخامتها تكون كويسة. بس كده خلاص، دي كده الجولة بتاعة المحل. اطقم السيني ديت اسعارها برضو كده قولنا كده سريعا عشان خلاص هنقفل على كده. احنا بالنسبة للظروف اللي احنا فيها دلوقتي، احنا معظم الصيني اللي بجيبه دلوقتي واللي ماشي بيبقى نص طقم، بيبقى 66 قطعه. اه مش طقم كامل يعني. بيبقى طقم كامل يعني الصيني معظمه في النيش. محدش بيستخدم اصلا ولا الشوربه ولا البراد ولا اي حاجه من الحاجات ديت، كله بيبقى محطوط زينه يعني. عملنا 66 قطعه، دوت سعره الطقم يعمل 2400 جنيه. 2400 جنيه. مستورد مش المصري. لا وشكله حلو يعني. شكله كمان لو اتحط في النيش كده شكله حلو. انا دلوقتي يمكن انت حضرتك انت شايفه ان انا مش موجهه لاي اضاءه. فبصي ايديا. خفيف تمام. جدا فايديا باينه منه. يعني الخامه بتاعت البورسلين بتاعته نظيفه جدا. تمام. في دوت اللي انا كنت ماسكه في ايديا دوت نص طقم منه يعمل 3500 جنيه. تمام. وفي حاجه ثانيه في الاشكال ديت اهو ده يعمل 2400. 2400. بس كده خلاص، دي الجوله بتاعتنا بتاعت المحل النهارده. تعالي وما تنسيش اللي انت تقولي جايه تبع قناه بتيك اجمل مع هبه، وان شاء الله هتلاقي استاذ. حضرتك اسمك ايه؟ معتز. استاذ معتز واقف معاكي هيعرفك على كل حاجه في المحل. عندهم يعني كفه شيء ما شاء الله، الله اكبر ربنا يزيده. كل حاجه هتشوفيها هتلاقيها موجوده ان شاء الله. ليكم صفحه على التليجرام او في حاجه؟ صفحه على التليجرام وليا فرع في ابو النمرس تاني. فين ابو النمرس دوت؟ في الجيزه. في الجيزه. طيب ماشي، للناس اللي هي ساكنه هناك بدل ما تيجي هنا. تمام. العنوان ايه بالظبط؟ شارع احمد بدوي ابو النمرس، شارع احمد بدوي. تمام. مول محل اتش ام السمر. تمام. طب قول رقم تليفونك كده لو حد حب اللي هو، او رقم تليفون المحل لو حب حد يعرف العنوان بالتفاصيل يتصل بحضرتك. مفيش اي مشكله، تاخدي الرقم 011 5060 9352. تمام كده خلاص ماشي، شكرا لحضرتك. في رقم تاني؟ في رقم تاني. طب قوله حضرتك. 011 04 وحايد 907 907. تمام، خدي الرقمين دول وانا هكتبهم لك برضو في صندوق الوصف. لو عوزت اي حاجه او عوزت تكلميهم على الواتس تعرفي العنوان، او تاخدي منهم لينك التليجرام هيردوا عليك على طول وهم هيبقوا متواصلين معاكي. دول حضرتك انت ممكن يبعتوا منهم رساله ابعت لهم اللينك بتاع التليجرام. طب خلاص، الرقمين دول ابعت لهم وقول لهم انا تبع قناه بيتك اجمل مع هبه، انا عايزه اللينك بتاع الواتس، هيبعت اللينك بتاع التليجرام هيبعته لك على طول. بس كده خلاص.